بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ إن شاء الله دلوقتي في سيشن 2. طبعا الأجندة بتاع السيشن 2 هتبقى عاملة إزاي. أول حاجة هنراجع على الـ ERD من السيشن اللي فاتت. تاني حاجة هنبدأ نفهم إيه هي التولز اللي إحنا هنستخدمها علشان نبني البروجكت المطلوب مننا اللي هو البلوك. تالت حاجة هنراجع على كونسبت الـ MVC، وهنبدأ نطبق كونسبت الـ MVC في لارافيل، ونبدأ نشوف الأجزاء لكل حرف موجودة فين في لارافيل. وبعد كده هنتعرف على لارافيل اللي هو your best friend، وبعدين هنبدأ نشوف ال MVC الخاص بلارافيل in action، يعني هنبدأ اللي احنا نطبقه بشكل عملي، نطبقه مع بعض ان شاء الله. طيب اول حاجة طبعا احنا محتاجين ان احنا نراجع على ال ERD من السيشن اللي فاتت، فخلينا نروح دلوقتي على draw sql، وانت برضه روح على draw sql، نبدأ اللي احنا نشوفها ونشوف مثلا الأجزاء اللي فيها، ونشوف الحاجات اللي احنا ما قلناهاش، ونبدأ نراجع عليها إن شاء الله. طبعا احنا كنا اتفقنا ان هيبقى في employee، عندي برضو الكومنت. الامبلوي طبعا من بينه وما بين الكومنت في ريليشن وان تو ميني، عشان الامبلوي يقدر اللي هو يكومنت مجموعه من الكومنتس. وبعدين طبعا ما بين الكومنت وما بين الارتكل كذلك في ريليشن، يبقى كل الكلام دوت احنا ايه شفناه مع بعض. طيب ايه الحاجات الجديده؟ اول حاجه هي السبسكرايبر، اللي انا دلوقتي بقى عندي جدول للسبسكرايبر. طيب الجدول ده هو انا حطيته ليه؟ علشان هو هنا في الريكويرمنتس، لو جينا نلاحظ هنا قالك ان هو لازم يكون في جزء مثلا الناس تقدر اللي هي تعمل سبسكرايب من خلاله، تعمل سبسكرايب للايه النيوزليتر بتاعه. وبالتالي انا دلوقتي محتاج ان انا احتفظ بالايه، انا محتاج احتفظ بالداتا دهيت اللي هو هيستخدمها، مثلا سواء الموظف او اي شخص عموما هيستخدمها عشان ينضم الى الايه الميلينج ليست بتاعت مثلا اللي هو صاحب الشركة او كده، تمام. وبالتالي طبعا الحل الابسط والاسهل اللي احنا بنعمل جدول اسمه سبسكرايبر، بيبقى فيه اللي هو النيم والايميل اللي هو اسم الشخص والايميل، بحيث ان انا يعني من خلاله اقدر اللي انا او شخص يقدر اللي هو يعمل سبسكرايب للايه للنيوزليتر، ماشي. طبعا كان في حل تاني ممكن برضو، وهو ان احنا ممكن مثلا نخلي سبسكرايب دهيت ككولوم موجود في الامبلوي، ولكن الفكرة كلها هنا ان انت لما بتلاقي حاجتين منفصلين عن بعض، يعني ده مثلا موظف عادي، ولكن ده شخص ممكن يكون مشترك في النيوزليتر، ومش شرط كمان يبقى امبلويي، هو ممكن بعد كده مثلا رئيس الشركة يقرر ان هو يخلي البلوك ديت لكل الناس مثلا. وبالتالي ساعتها الافضل اصلا من الاول اللي احنا بنفصل الايه اللي هو سبسكرايبر كجدول لوحده، ماشي. حلو. طيب بالنسبة للكونتاكت، الكونتاكت طبعا دهوت عشان هو قال ايه، هو قال هنا في الريكويرمنت اللي هو لازم يكون في طريقة there must be a way، يعني لازم يكون في طريقة عشان الموظفين يقدروا اللي هم يكلموه بشكل رسمي على الايه على الويب سايت. وبالتالي طبعا هنعمل برضو جدول، الجدول دهوت هيكون فيه الاسم، هيكون فيه الايميل، والمسج اللي هي الرسالة اللي الشخص دهوت بيبعتها. حد كان ممكن برضو يقول لي طب ليه اياد مثلا ما نعملش ريليشن ما بين الامبلوي والكونتاكت، ويبقى هنا في مثلا مسج بس. فاقول لك برضو نفس الفكره، ان حاليا اصلا الريكويرمنت دي قد تكون غير واقعيه. ليه؟ علشان هو مفيش حد بيعمل بلوك للموظفين بتوعه، بس في احتمال كبير ان هو مثلا ان الريكويرمنت بعد كده تمتد الى الناس مثلا الغير موظفين، وبالتالي احنا لازم برضو نعمل حساب النقطه دي. ففي نقطة مهمة برضو أنا عايز أقولها هنا، إن في الـ ERD أحيانا في حاجات هتكون بتتعمل بأكتر من طريقة، يعني في أكتر من طريقة أنت ممكن تعمل حاجة بيها، مفيش مشكلة. الـ requirement كتير جدا مش هتكون واضحة معاك، ومش هتكون أحيانا كمان ممكن تكون مش مفهومة، وأحيانا كمان ممكن تكون ناقصة أو فيها معلومة غير قابلة للتحقيق أو كده. ولكن في الحالات دهيت كلها إحنا بنعمل إيه؟ الصح اللي أنت بترجع ليه الشخص اللي أصلا طلب منك الـ requirements دي، وتبدأ اللي أنت تسأله أكتر فيها. يعني ممكن ساعتها مثلا نروح نكلمه ونقول له هل فعلا مثلا ما ينفعش أي حد يعمل سبسكرايب إلا الموظفين بس؟ فهو ساعتها يقول لك ايه ده، لا ده انا كنت مثلا عايزها لكل الناس، واخد بالك من الفكره. يبقى دايما انا قاصد اصلا ان انا اخلي الريكويرمنتس هنا مش واضحه قوي، لا ان هي ممكن تكون تترجم باكتر من معنى، علشان اقول لكم ان هي فعلا الحقيقه ان ريال وورد الريكويرمنتس مش بتكون فعلا ايه، مش بتكون فعلا واضحه
وضوح كامل بتخليني ان انا اوصل لحل ثابت، لا دايما هيبقى في مثلا انترفيو اول وتاني وتالت مع مثلا الشخص اللي طلب الشغل ده مثلا، ويبدا اللي هو يعرفني اكتر هو عايز ايه، وبناء عليها ببدا اللي انا ابني الايه الاي ار دي او ابني الداتابيز اللي عندي. في نقطة برضو مهمة، اللي انت ممكن تعمل حاجة دلوقتي مثلا في الداتابيز ديزاين، ولكن تحس بعد كده اللي انت عايز تغيرها، او اللي هي دلوقتي ما عادتش واقعية، او ان الريكويرمنتس تتغير، ساعتها لازم تكون برضو قادر اللي انت تستجيب للايه للتغير ده. يعني مثلا نفترض اللي انت كنت حاطط مثلا سبسكرايب دي كمجرد قلم او كعمود يعني موجود في الايه في جدول الامبلوي، بعد كده جي مثلا الرئيس الشركه لما انت كنت بتوريه مثلا الابلكيشن، قام قال لك لا انا عايز السبسكرايب مثلا يكون للناس كلها، فساعتها انت عادي لازم اللي انت تعرف اللي انت ما فيش مشكله تقدر تستجيب للتغير ده، تخليه مثلا في جدول لوحده او هكذا. ماشي، فدي كانت نقطه مهمه جدا بخصوص الايه الريكويرمنتس وكده. طيب يبقى دي كانت نقطه بخصوص السبسكرايبر والكونتاكت. هنيجي هنا لجزء تاني مهم، وهو جزء الرول، اللي هو انا دلوقتي عندي موظف وانا عندي ادوار مختلفة للموظفين. يعني ايه؟ يعني لو انا رجعت كده للدوكيمنت دهيت، فهتلاقي ان في شخص، ان في موظف ولكن عنده صلاحيات اعلى. ليه؟ يقدر اللي هو مثلا الشخص دوت يقدر اللي هو يمسح بوست او يشيل حاجة او يعدل في حاجة او النقاط دهيت كلها، ولكن هو موظف. اللي هو انا بتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن رئيس الشركه. رئيس الشركه هو جه ذكر هنا ان هو يقدر ان هو يمسح الارتكلز اللي هو مش حاببها. طيب الرئيس الشركه ده هو ايه؟ ده يعتبر موظف زي اي موظف، ولكن هو موظف بايه؟ بدور مختلف. وبالتالي انا محتاج عندي طريقه في الداتابيز احدد ان انا عندي مجموعه من الموظفين، وان كل موظف له دور معين، له رول معين. واخد بالك بالفكره؟ يعني مثلا الموظف ده هو ده واحد شغال في قسم اي تي مثلا، في قسم اي تي، التاني ده شغال في قسم الاتش ار، التالت ده هو مثلا مدير، الرابع ده هو كذا. فانت لو حبيت مثلا او جيت مثلا اللي انت تقول ايه، خلاص ما فيش مشكله انا هعمل تيبل لكل ايه لكل رول، فطبعا هتلاقي اللي هو واحد اتنين تلاته اربعه، هتلاقي ان في تيبلز كتير جدا انت بدات تضيفهم، وهتلاقي فيهم نفس المعلومات اللي موجوده في الامبلوي. لما انت تيجي تلاقي نفسك قاعد بتكرر داتا كتير كده، اعرف ان في خطا انت بتعمله وفي حاجه انت ممكن تعدلها. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي زودت مثلا تيبل، والتيبل دوت اسمه مثلا ليتس سي اللي هو ايه، اللي هو رئيس القسم مثلا، يعني ديبارتمنت هيد مثلا. تمام، الديبارتمنت هيد دوت هيكون فيه ايه؟ لو انت عملت جدول له هو لوحده، هيكون فيه النيم والايمج والايميل والباسورد والستيتس، انت هتكررهم تاني هنا. طيب نفترض ان انت عايز تعمل لرئيس الشركه، فهتقوم ضايف له جدول جديد، فاكيد دلوقتي الموضوع ايه؟ مش منطقي، انت بتكرر الداتا كتير جدا عن الفاضي. وبالتالي الاصح هنا اللي انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل جدول واحد بس للموظف، وجدول تاني للايه؟ للرول اللي هو دور الموظف ده، وتعمل ما بينهم ريليشن. طيب الريليشن اللي احنا هنعملها هنا هتكون عاملة ازاي؟ انا هقول لك دلوقتي. هل موظف ممكن اللي هو يكون عنده اكتر من دور؟ اه طبعا ممكن اللي هو مثلا يكون ديبارتمنت هيد، وفي نفس الوقت هو مثلا موجود في البورد التنفيذي، يبقى هو دلوقتي هو عنده ايه؟ دورين. وبالتالي الامبلوي الواحد ممكن يكون عنده اكتر من ايه؟ من رول. حلو كده؟ تمام. طيب هل الرول الواحد ممكن اللي هو يكون فيه اكتر من موظف؟ اه طبعا برضو احيانا مثلا ممكن يكون ايه شخص شغال مثلا في قسم اي تي، هل هيكون شخص واحد بس ولا هيكون مثلا 10؟ اكيد ممكن 10، اكيد ممكن 20، على حسب بقى الايه العدد. يبقى الرول الواحد ممكن يكون فيه اكتر من ايه؟ اكتر من موظف. يبقى الموظف الواحد ممكن يكون عنده اكتر من رول، وان الرول الواحد ممكن يكون فيه اكتر من موظف. وبالتالي طبعا احنا عرفنا كده ان العلاقه ما بينهم ايه؟ ميني تو ميني. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل بيفوت تيبل، طبعا بيكون فيه الفورين كي للاول والفورين كي للتاني، وتوصل ما بين الايه ما بين الاثنين. طيب دي نقطة تانية نرجع للريكويرمنتس فيها. عايز اقول لك ان هو مش دايما كل الريكويرمنتس هتكون واضحة بالشكل اللي انت هتكون عارف فيها كل الجداول اللي مطلوبة منك. يعني ايه؟ يعني مثلا هو هنا اصلا ما جابش سيرة الدور، ما جابش سيرة الرولز اللي هتبقى موجودة في السيستم، ولكن هو شرحها بشكل ايه؟
بشكل مش مباشر، شرح ان هو دلوقتي عنده دور اعلى من الموظفين التانيين، وبالتالي انت فهمت ايه؟ انت فهمت اللي انت لازم تفرق ما بين الموظفين، ان انت عندك موظفين ليهم صلاحيات معينة ودور معين، وموظفين ليهم مثلا صلاحيات تانية. يعني خلي بالك بقى من ايه، من النقطة دي. فانت لما بتقرأ ال requirements انت مش بس انت ايه بتقعد تدور مثلا على النونز او كده، لا دي طريقة بدائية شوية، دي بس ايه طريقة عشان تمشيك شوية، زي ما احنا كنا قلنا في السيشن اللي فاتت ان انت بتدور مثلا على النونز ومش عارف ايه وتدور على ال attributes اللي فيها، دي عشان تمشيك، ولكن لازم اللي انت تفهم ال requirements كويس وتبدأ اللي انت تبني بناء عليها. طيب جه قال لك برضو في نقطة ان هو عايز حاجة زي الفيسبوك تاجز، اهي بيقول لك ان هو عايز يبقى في امكانية ان احنا نضيف الايه الفيسبوك تاج. طيب التاجز ده هو طبعا زي ايه؟ زي الهاشتاجات، اللي هو الهاشتاج مثلا اللي بيكون موجود في لينكد ان او في فيس مثلا او كده، بتضيف مثلا هاشتاج مكتوب فيه بروجرامنج مثلا، داتا ستراكشر، يعني ايه هاشتاج معين عشان الناس توصل له مثلا بشكل سريع. فانت ساعتها انت محتاج تفكر في حاجة، التاج ده هوت هل هو ممكن يكون فيه اكتر من مقال؟ يعني هل مثلا ممكن يكون التاج ده هوت فيه 20 مقال بيتكلموا او موجود فيه التاج ده؟ طبعا. يعني مثلا انت دلوقتي ممكن تنشر مقال مكتوب فيه مثلا ايه، مكتوب فيه let's say شوية معلومات عن البرمجة، وتكتب في الاخر هاشتاج بروجرامنج، ممكن برضو حد زميلك يعمل نفس الفكرة. قصدي ايه؟ قصدي ان التاج الواحد ممكن يكون فيه اكتر من ايه، من ارتكل. طيب هل الارتكل الواحد ممكن تضيف فيه اكتر من تاج؟ اه طبعا، انت ممكن زي ما احنا اتفقنا تكتب ارتكل وتكتب في الاخر مثلا 20 تاج، ده تاج اسمه بروجرامنج، تاج اسمه داتا ستراكشر، تاج اسمه مش عارف كذا، براحتك خالص بقى اي تاج انت ايه انت عايزه. تمام. وبالتالي طبعا التاج ممكن يكون فيه اكتر من ارتكل، الارتكل ممكن يكون فيه اكتر من تاج، يبقى العلاقه ما بينهم ميني تو ميني، يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج ان انا اعمل بيفوت تيبل بالشكل ده. ماشي. طبعا البيفوت تيبل طريقه التسميه الشائعه او الكونفنشنز او التقاليد ليها، اللي انت بتجيب اسم التيبل ك سمول يعني اندرسكور اسم التيبل الايه التاني، تمام، وبعد كده طبعا بتحط الفورين كي للاول والفورين كي للايه للتاني. ماشي. حلو. طيب يبقى ده بالنسبه للاي ار دي. خلينا نكمل شويه. يبقى احنا دلوقتي رجعنا على الاي ار دي، اعتقد دلوقتي كل النقاط اللي ممكن تكون موجوده هنا غطيناها. في بس نقطه كمان، وهي جزئيه اللي هو بيقول لك يبقى في سيكشن يتكلم عن يتكلم عني او يتكلم عن البايو. يعني مثلا بيقول لك ان انا عايز صفحه اسمها مثلا about us يكون فيها معلومات ايه، معلومات عن المدير، معلومات عني يعني. ماشي. فانت ساعتها حد ممكن يفكر هل حاجه زي دي يخليها جدول في الداتابيز ولا هي اصلا بتبقى ثابته؟ طيب حد دلوقتي هيقول لي نعمل ايه؟ الحل الافضل طبعا ان احنا بنروح نسال الايه الشخص اللي طلب الريكويرمنتس، نقول له انت دلوقتي قلت لي في ريكويرمنت اللي انت محتاج سيكشن يتكلم عن البايو الخاص بيك، هل انت بتغير السيكشن دهوت باستمرار ولا هو سيكشن ثابت في معلومات ثابته وخلاص؟ فهو لو قال لك ثابت انت مش محتاج تحطه من الداتابيز، عشان هو كده اصلا انت كده انت مش محتاجه دايناميك، صح؟ هل طيب لو قال لك ان هو لا هيبقى إيه، يعني محتاج ان هو يتغير وبغيره كل يوم او مش عارف ايه، فساعتها هو هيبقى ايه، هيبقى دايناميك، يبقى ساعتها هتحط له ايه جزء في الداتابيز. ماشي. يبقى دي طبعا نقطه مهمه. طيب دلوقتي احنا خلصنا جزئيه الاي ار دي، عايزين نرجع للموضوع الاصلي بتاعنا، وهو ان احنا بنبروفايد سيرفيس معينه للويب ابلكيشن، بحيث ان احنا بنعمل بالفعل ويب ابلكيشن عباره عن ايه، عباره عن بلوك، وبنخليه طبعا دايناميك، يعني بنخلي الداتا اي حد يقدر يضيف الداتا او نقاط زي دي. عشان لو انت فاكر ان التمبلت اللي كان جالنا من الفرونت اند فهو تمبلت ثابت، زي ما انا كنت قلت هو ما بيتغيرش، هو ستاتيك، شويه معلومات كده مكتوبه في الكود بس، لا بيجي من الداتابيز ولا حد يقدر يضيف عليه ولا بيبقى فيه فانكشناليتي ولا اي حاجه. احنا اللي مطلوب مننا نعمل الخدمه للتمبلت ده، وكاننا نصحيه الى الحياه، يعني اللي هو نخلي الامبلويز يقدروا ان هم يضيفوا، يبقى الموضوع دايناميك وهكذا. ماشي. طيب انا دلوقتي لما اطلب منك اللي انت تعمل ويب ابلكيشن، لازم يعني تكون واخد بالك اللي انت محتاج تختار التولز الصح، الرايت تولز. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزك اللي انت اي بروجكت يجي لك تقول ايه او تكون عارف او تكون فاهم ان اي بروجكت في العالم هيتحل بتول واحده مثلا اللي هي لارافيل. ده خطأ تماما. ليه؟ عشان الفكره هنا ان انت
باك اند انجينير. يعني ايه باك اند انجينير؟ يعني انت بس مش مجرد واحد متخصص في اداة معينة بيستخدمها بيخلص وبيمشي، لا، انت الفكرة اللي انت بتشوف البروبلم اللي انت بتتعامل معاها، بتشوف التكنولوجيز اللي انت عارفها، لو انت مش عارفها تتعلمها وتبدأ تشتغل بيه. يعني قصدي ايه؟ قصدي ان انت ما تعملش حسابك ان انت هتفضل طول حياتك بلارافيل، لا، احنا بس مجرد بنستخدم لارافيل كنوع من انواع التطبيق، وعلشان طبعا هي لارافيل منتشرة بشكل كبير في مصر ومش عارف ايه كلام من ده. بس لو في يوم انت مثلا حبيت تقدم على شركة، الشركة ده هي كانت بتستخدم فريم ورك سين مثلا، اتعلم سين وابدأ اللي انت تشتغل بيها، تمام؟ يبقى اللي انا عايز اقوله برضو، اللي انت حاول دايما سواء في البوت كامب ده او سواء في اي حاجة بعد كده، حاول اللي انت تركز اكتر على المفاهيم وتشوف الفريم ورك بتطبقها ازاي، مش مجرد انت بتشوف التطبيق وبتطبق وراه، لا طبعا لازم اللي انت تكون فاهم الموضوع كويس ماشي ازاي، وبعد كده عشان لو اي لغة في العالم او اي فريم ورك في العالم طلبت منك تقدر اللي انت ايه تستخدمها بسهولة. يبقى احنا بنتعلم التولز اصلا عشان نخلي الموضوع اللي احنا نحل المشاكل اسهل، تمام؟ لو مثلا نجار، ما ينفعش النجار يحل كل المشاكل اللي هو يقابلها بالشاكوش او بالهامر، يعني اكيد ده مش حاجة منطقية. انت دلوقتي لما بتلاقي مثلا النجار اللي هو واحد فاهم في شغله، هتلاقيه جاي كده ومعاه مش عارف شنطة كاملة فيها كل الادوات اللي هو بيستخدمها، ممكن اللي هو بيستخدم اداة معينة اكتر من الباقي، ولكن لو طلب منه في المشكلة اللي قدامه يستخدم اداة تانية هيستخدمها بسهولة، ماشي؟ يبقى طبعا لازم يفهم المشكلة، لازم يفهم السلوشن اللي هو بيتعامل معاه، لازم اللي هو يطبق بيه الرايت تولز، ولازم ان هو يعرف ان هي مش تول واحدة بس اللي بيطبق بيها والباقي كلهم وحشين. يعني في ناس انا بلاقيهم اللي هم بيتعصبوا للغة اللي هم بيستخدموها، كأن مثلا بيقعدوا يقول لك لا ده لارافيل ده هي احسن فريم ورك في العالم، ده مش عارف ايه، ده طبعا الكلام ده خطأ. كل التولز موجوده، كلها بتستخدم، كلها ليها استخداماتها المختلفه. احنا في البوت كامب طبعا هنطبق لارافيل علشان هي سهله، عشان زي ما احنا قلنا الاسباب التانيه، ولكن تكون عارف ان الكونسبتس دي ممكن انت تطبقها باي ايه اي فريم ورك او لغه تانيه. يبقى الكونكلوجنز اللي عندنا ان الفريم وركس بتيجي وبتمشي، يعني في فريم وركس ممكن تكون بتختفي، او فريم وركس بتقل، او فريم وركس بتظهر. لو حد عارف الساينس كويس فهو مش هيتأثر خالص بالكلام ده هوت، وهيبدأ اللي هو يشتغل بأي حاجة قدامه عادي وهيتعلمها وهيبدأ يبقى كويس فيها. طبعا الكونكلوجن التالت اللي انت تقرأ الكونكلوجن التاني عشان هو مهم جدا وبيوضح لك أهمية الساينس اللي كان في أول الرود ماب عشان نتعلمه بشكل صحيح. طيب احنا دلوقتي خلينا نرجع بقى لموضوعنا. احنا عايزين نستخدم مجموعة من التولز دلوقتي علشان نعمل الايه البلوك. اول حاجة نستخدمها هي البي اتش بي، وهو عبارة عن سيرفر سايد بروجرامينج لانجويج، يعني لغة برمجة بتشتغل ناحية السيرفر. احنا عارفين الويب ابلكيشن بيبقى في اللي بيشتغل عند كلاينت وفي اللي بيشتغل عند السيرفر، احنا دلوقتي بنتكلم على السيرفر وبالتالي ده البي اتش بي. وبعدين طبعا ماي سيكوال، وهو الدي بي ام اس اللي احنا هنستخدمه علشان نقدر نتواصل مع الداتابيز، وعشان نقدر نعمل كويري، عشان نقدر نعمل الاستراكشر بتاع الداتابيز ونقط زي دي. وطبعا هنستخدم فريم ورك اللي هي ايه اللي هي لارافيل. طيب البروجرامز والسوفت وير اللي احنا هنستخدمها، اول حاجه هتبقى ايه؟ هتبقى اللي هو ويب سيرفر اللي هو اباتشي، تمام؟ طيب اباتشي ده هو فكرته ايه او هيعمل لنا ايه؟ كل الفكرة ان هو هيسيرف الويب ابلكيشن بتاعنا. يعني ايه برضو؟ احنا عارفين ان الويب ابلكيشن لازم بيشتغل على سيرفر، صح؟ اللي هو ايه؟ اللي هو HTTP سيرفر، اللي هو سيرفر هيقدر يستقبل ال HTTP request من الكلاينت، يعني اللي هي الطلبات بتاعت الكلاينت، ويوديها للايه للويب ابلكيشن يقول له اتصرف بيها. فاحنا محتاجين حد يعمل لنا الايه البريدج ده، تمام؟ يبقى ده اول حاجه اللي هو الويب سيرفر اللي احنا هنستخدمه، اللي هو في الحاله دي هيبقى اباتشي. تاني حاجه الدي بي ام اس عشان نقدر ناكسس ونبليت الداتابيس، زي ما احنا اتفقنا هيبقى ماي سيكوال. بي اتش بي عشان نشتغل على الباك اند اللي هو سيرفر سايد، وطبعا كومبوزر هنعرفه دلوقتي، وطبعا لارافيل علشان نخلي حياتنا احسن. طيب طبعا الاي دي اي اللي احنا هنستخدمها بي اتش بي ستورم، لو حد عايز يستخدم في اس كود مفيش مشكله، بس انا ارشح دايما بي اتش بي ستورم عشان هو يعني من وجهة نظري جاهز اكتر يعني. طيب خلينا نرجع نشوف التولز دهيت عندنا على اللاب ولا لا، او عندنا على الجهاز اللي احنا شغالين عنده ولا لا، عشان احنا دلوقتي
البروجرامز دي ضرورية علشان اقدر ان انا ابني ايه، ابني الابلكيشن بتاعي، صح ولا لا؟ هل طيب يبقى انا دلوقتي عايز اعرف هل هي عندي على الجهاز ولا لا. فاول حاجة الطلب مننا اللي احنا ننزلها، حد فاكر كانت ايه؟ اللي هي الاكزام. الاكزام بدوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتش تي تي بي سيرفر، وعبارة عن موجود فيه برضو اللي هو البي اتش بي، موجود فيه الايه الماي سيكوال. ماشي، يعني بكل بساطة هو عبارة عن برنامج لطيف خالص، بروجرام بسيط خالص بننزله على الابلكيشن عندنا، بيجهز لنا الانفايرمنت اللي احنا هنشتغل عليه. الانفايرمنت ده هي من ضمنها ايه، اللي هو الويب سيرفر، اللي هو الاتش تي تي بي سيرفر يعني، والبي اتش بي والماي سيكوال. فاحنا لو جينا هنا كده مثلا كتبنا اكزام، تمام، هتلاقي ان طبعا هيظهر لك حاجه زي كده، كنترول بانل، قال لك اللي انت، هل انت عايز دلوقتي تشغل الاباتشي، عايز تشغل الماي سيكوال، عايز تشغل مش عارف كذا. يبقى كانها مجموعه من الخدمات، انت كل اللي انت بتعمله، اللي انت بتعمل مثلا ايه ستارت، انت بتبدا الايه الماي سيكوال سيرفيس، بتبدا مثلا الاباتشي سيرفيس، وهكذا. ليه؟ عشان من خلالها تقدر اللي انت تجهز الانفايرمنت اللي انت هتشتغل بيها. ماشي، يبقى دي اول حاجه خالص. بدل بقى ما انت تنزل ماي سيكوال لوحدها والاباتشي لوحده والبي اتش بي لوحده، وطبعا محتاج بقى ان انت تشوف الفيرجن بتاع كل واحد، مش عارف ايه الموضوع يعني معقد، فهو اكزام بي ايه بيسهل عليك الموضوع ده. هو طبعا اكزام فري، وده من احد المميزات المهمه اللي موجوده فيه، وبيجهز لي الانفايرمنت اللي انا هشتغل بيها. ماشي، حلو. طيب الحاجه التانيه هي ايه؟ هي كومبوزر. ايه فكره كومبوزر؟ انا هقول لكم، حد عارف اللي هو الفرق الموسيقيه، صح؟ الفرق الموسيقيه دايما هتلاقي الناس اللي بتعزف، وهتلاقي الشخص اللي بيقول لهم النوتس، اللي كانه اللي مثلا ايه بيقعد يحرك ايده كده بشكل غريب، وكانه هو اللي بيتحكم بالايه بالايقاع. طيب ده بيبقى اسمه كومبوزر. يبقى الكومبوزر هنا بقى في العالم بقى بتاعنا ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن dependency management. يعني ايه dependency management؟ يعني هو بيدير المكتبات اللي احنا بنحتاجها عشان نبني البروجكت بتاعنا. البروجكت بتاعنا احنا طالما احنا بنستخدم framework او اطار عمل، فهو اطار عمل ده هو بكل بساطة هو عبارة عن ايه؟ شوية اكواد، شوية اكواد من مثلا اكواد طبعا مكتوبة بشكل كويس، مكتوبة بطريقة منظمة، فيها فانكشناليتيز موجودة فيها بتسهل علينا الأمور، بتسهل علينا الاستخدام، فأنا ببدأ أستخدمها. وبالتالي يعني زي عشان أنا قلت كده، شوية الأكواد دهيت مثلا دي كلها لايبراريز مختلفة، ممكن لايبراري مثلا واحد عملها، ممكن لايبراري واحد تاني خالص عملها، فهو محتاجين حاجة تكون بتدير الإيه اللايبراريز دي كلها. يعني بتجمع لنا اللايبراريز دي كلها، وبتتاكد من الفيرجن بتاعها، وبتعرف لنا اللايبراريز اللي احنا محتاجينها. وخلي بالك ان كل مكتبه يعني كل لايبراري ممكن تكون بتعتمد على لايبراريز تانية، فهو برضو محتاجين حاجه تكون واخده بالها من اللايبراريز التانية وتبدا اللي هي ايه تنزلها. وبالتالي احنا هنستخدم ايه علشان نحل الموضوع ده؟ هو هنستخدم كومبوزر. يبقى كومبوزر الحاجه الاساسيه اللي هو بيعملها هي ايه؟ هي الديبندنسي مانجمنت، اللي هو بيدير الديبندنسي. يعني ايه الديبندنسي؟ يعني المكتبات اللي احنا محتاجينها، او الباكجز اللي احنا محتاجينها علشان نبني البروجكت بتاعنا، تمام. فالموضوع بيكون ماشي، اللي انت عندك مثلا بروجكت معين بيحتاج مجموعه مكتبات، وكمان المكتبات دي ممكن تكون بتحتاج مكتبات، وبالتالي كومبوزر هيخليك اللي انت تعرف كل اللايبريز اللي انت محتاجها، بيتاكد من كل النسخ بتاعت كل الباكج. ما هو خلي بالك ان الباكجز دي ناس بتكتبها وبتطور عليها، يعني مثلا ممكن تكون 7.0 وبعدها بشهرين نزلوا ابديت جديد في 7.2، وبعدها مش عارف بسنه بقى 8.0. يعني قصدي ان هي دايما بيتعمل لها ابديت بشكل ايه؟ بشكل مستمر. فهو ازاي كومبوزر هيعرف الباكجز الايه اللي هم يقدروا يشتغلوا مع بعض، مش مثلا حاجه قديمه مع حاجه جديده، لا، ازاي يقدر اللي هو يتاكد ان الباكجز دي كلها تقدر تشتغل مع بعض؟ فدي حاجه برضو الكومبوزر هو اللي ايه؟ هو اللي بيعمل. طيب يبقى ده بالنسبة للكومبوزر، وعشان كده برضو كان مطلوب مننا اللي احنا ننزله في البري ريكويرمنت الخاصة بالايه بالوركشوب. طيب بالنسبة للارافيل، زي ما احنا قلنا هي عبارة عن ايه؟ اوبن سورس بي اتش بي فريم ورك، يعني هي اطار عمل مكتوب بالبي اتش بي، يعني مجموعة اكواد، بس اكواد منظمة فيها فانكشناليتيز، يعني وظائف منظمة،
بتسهل علينا اللي احنا نبني ابلكيشن، ما بنبنيش الابلكيشن دوت فروم سكراتش، نقعد نعمل حاجات كتير قوي ممكن تاخد مننا شهرين وثلاثه، ولكن هو اصلا الابلكيشن ما بيكونش ايه، ما بيكونش مستاهل. فاحنا كاننا بنسرع من عمليه الايه الديفلوبمنت. وطبعا بيبقى فيها برضو باكجز ثانيه، لايبراريز ثانيه، الكوميونتي هو اللي عاملها، يعني الناس عموما هم اللي عاملينها، بروجرامرز زينا مثلا عاملينها، وبرضو بيسمحوا لنا ان احنا نستخدمها طبعا فور فري ونقاط زي دي. في طبعا باكجز مختلفة واكستنشنز مختلفة، والبيولاريتي بتاعتها بتكبر بشكل كبير جدا خصوصا الفترة الأخيرة. طيب خلينا دلوقتي نبدأ الجزء العملي ونبدأ نبني البلوك بتاعتنا باستخدام لارافيل. عايز أنبهك على حاجة مهمة بخصوص لارافيل، إن هو لارافيل ليها طريقة تسمية معينة. يعني ايه؟ يعني ليها نيمينج كونفنشنز. يعني مثلا وانت بتسمي الموديل لازم اللي هو يكون مفرد، ولازم ان هو يبدأ مثلا بحرف كابيتال. لازم وانت بتسمي المايجريشنز ان هي تكون مثلا ايه، تكون جمع وتكون برضو إيه سمول مثلا. فهي بيبقى لها طريقة تسمية معينة، لو احنا التزمنا بيها بنقلل من على نفسنا الكود اللي احنا هنكتبه. تمام، ده بكل بساطة. طبعا الكلام دوت هيتضح بعدين، بس انا بس حبيت اقول لك ان حاجه زي دي موجوده. فانت دلوقتي عايز تعمل كنترولر جديد، ما تروحش تكتب تقول يوزرز كنترولر. ليه؟ علشان ده هو كده مش تبع الكونفنشنز او مش تبع التقاليد بتاعت ايه، بتاعت ال بتاعت لارافيل. حاول على قد ما نقدر اللي احنا نحاول على قد ما نقدر اللي احنا نتبع التقاليد دهيت، عشان دي فعلا هتريحنا كتير واحنا بنكتب الايه، بنكتب الكود. ماشي. طيب يبقى دي بالنسبة للكونفنشنز. خلينا دلوقتي نبدأ نبني اللارافيل ابلكيشن. هنعرف ازاي اصلا بنبدأ نبنيه من الاول خالص، بعدين هنتعلم او هنتعرف على تول اسمها ارتيزن، وبعدين هنعرف ايه هو اللارافيل ستراكشر، او يعني لما انا بعمل لارافيل بروجكت جديد البروجكت بيكون متقسم ازاي، وبعدين هنعرف المطلوب مننا بالظبط ان هنا اللي انا عندي بالفعل ستاتيك تمبلت اللي هو جاي من الفرونت، وانا عايز اخليه ايه دايناميك. وبعدين هنشوف فين الام في سي في لارافيل، وبعد كده هنفهم كل حرف شغال ازاي بالظبط في لارافيل، وهنطبق عليها بالظبط ونتاكد ان احنا فاهمين الامر ده. عشان نبني لارافيل ابلكيشن جديد نشوف كده هنا، طبعا بنروح للتيرمينال. خلينا الاول نجيب دي كده، بنروح لاي تيرمينال، بنكتب سي ام دي، نفتح الكوماند برومت. ماشي. وبعدين صغر دي شوية كده، بنكتب كومبوزر. حد فاكر كومبوزر كان ايه؟ طبعا كومبوزر هو زي ما اتفقنا اللي هو الديبندنسي مانجمنت اللي احنا بنستخدمه عشان ننزل اللايبريز اللي احنا محتاجينها. فاحنا دلوقتي احنا هنشتغل باطار عمل ايه؟ لارافيل. طيب لارافيل بتحتاج حاجات كتير قوي عشان ننزلها، هل هننزلها كلها بايدينا احنا؟ اكيد مش منطقي. امال هنعمل ايه؟ هنستخدم اللي هي ايه؟ هنستخدم الاداه اللي اسمها كومبوزر. فاحنا هنقول كومبوزر، وبعدين هنقول امر فيه اسمه كرييت بروجكت، يعني احنا دلوقتي عايزين نعمل بروجكت جديد. تمام، البروجكت ده هو شغال بلارافيل، يبقى اقول لارافيل سلاش لارافيل، وبعدين اقول اسم البروجكت اللي احنا هنعمله. ممكن يكون بلوج، براحتك سميه الحاجه اللي انت عايزها، بس احنا طبعا ايه بنعمل بلوج، وبالتالي انا هسميه بلوج. نضغط انتر، هيقول لك اللي هو دلوقتي بدا يبني لارافيل بروجكت في المكان الفلاني. هيبدا يعمل انستول لبعض الحاجات، مثلا يقول لك انا دلوقتي هبدا انزل الباكجز، اللي بقى لاحظ دي كلها بيعمل انستول الباكجز. فانت تخيل لو ما كانش كومبوزر موجود كان زماننا محتاجين نعرف ان الابلكيشن بتاعنا هيحتاج كل اللايبريز دي، ولازم نعرف كمان النسخه بتاعها. فاكيد طبعا الموضوع ما كانش هيبقى ايه سهل خالص، ولكن شوف كومبوزر بيعمل ايه. هو اللي بيظبط الامور كلها، هو اللي بيحددها، بيعمل انستول، بيقول لي تمام الابلكيشن كي سيت سكسسفلي، اللي بقى تعرف كده ان انت خلاص ان هو عمل لك لارافيل ابلكيشن جديد بشكل ايه، بشكل صحيح. طيب انا دلوقتي عايز افتح الابلكيشن دوت في الاديتور عشان اقدر ان انا استخدمه. فانا بعمل ايه، بكتب اسم الاديتور بتاعي اللي هو في الحاله ديت بي اتش بي ستورم، وبقول اسم الايه البروجكت اللي انا عملته، يعني بقول بي اتش بي ستورم بلوج. فانا كده بفتح الايه كده بفتح البروجكت في البي اتش بي ستورم. طبعا مش لازم تفتحه من التيرمينال، انت ممكن تفتحه عادي من جوه بي اتش بي ستورم نفسه، اي حاجه مش فارقه. تمام، طبعا بنفتح البروجكت، بيبدا اللي هو يعمل شويه بريبريشن كده، هيفتح لي صفحه ريد مي، هيديني شويه تيبس، هيقول لي اعمل اوتو كونفيجريشن. دي كلها بس حاجات هو بيبدا اللي هو الاديتور بيعملها، بيعمل مثلا اندكسنج حاجات زي دي، يعني ما تهمناش قوي. ده احنا كده بدأنا بروجكت جديد، هيقول لك اعمل انستول، مفيش مشكلة اعمل انستول. بدأنا كده بروجكت ايه؟ بروجكت جديد.
تمام حلو. دلوقتي نفترض ان انا عايز مثلا عايز اعمل كنترولر جديد، او عايز اضيف مثلا مايجريشن، او عايز اعمل موديل، او عايز اعمل شوية اوامر للارافيل الابليكيشن اللي انا شغال عليه. فهو قال لك انا عندي اداة حلوة قوي اسمها ارتيزن. ارتيزن دي انا ممكن استخدمها ليه؟ ممكن استخدمها علشان يعني مثلا بدل ما انا اروح اعمل الفايل بنفسي، فانا بستخدم الارتيزن كوماند ده. يعني هو بكل بساطة هو بيسهل عليك التعامل مع اللارافيل الابليكيشن. طيب انا عايز اعرف ايه الاوامر اللي انا ممكن اكتبها، فانت ممكن تكتب ايه؟ بي اتش بي ارتيزن. طبعا انت بتفتح التيرمينال اللي في الاديتور من تحت من هنا، تقول بي اتش بي ارتيزن ليست. تمام، ليست بتقول لك ايه؟ هو عباره عن امر بيجيب لك كل الاوامر اللي موجوده عندك. هتلاقي بقى اوامر هنا خاصه مثلا بميك، انت مثلا بتعمل كلاس جديد مثلا، او بتعمل كوماند جديد. ممكن مثلا حاجات خاصه بالايه، حاجات خاصه مثلا بالمايجريشن عشان تبدا السيرفر. نقاط زي دي كلها طبعا مش محتاج تحفظهم ولا اي حاجه، انت بس ايه محتاج تعرف ان الاداه موجوده، والاداه اسمها ارتيزن، وهنستخدمها بشكل مستمر علشان ايه؟ عشان نتعامل مع اللارفل الابلكيشن بتاعنا بشكل ايه؟ بشكل سريع وكويس. ماشي. طيب فمثلا عندنا في امر مثلا، اللي انا اعمل كده الحاجات دي، في امر مثلا عندنا اسمه خلاص كانسل، كانسل خلاص ماشي. تمام، هو بس دلوقتي الاديتور عايز ينزل ابديت، مش هنزل دلوقتي. المهم في مثلا امر ممكن نستخدمه دلوقتي اللي هو بي اتش بي ارتيزن، وبعدين اسم الامر مثلا سيرف. سيرف بيعمل ايه؟ بيبدا السيرفر اللي هو الويب ابلكيشن سيرفر عشان نقدر نشغل الكود بتاعنا. تمام، وبالتالي بي اتش بي ارتيزن سيرف مثلا هيبدا اللي هو يشغل لي الديفلوبمنت سيرفر، اللي هو السيرفر اللي انا هعتمده علشان اقدر اللي انا اتست الكود اللي انا بعمله. المهم يعني هندخل ان شاء الله التفاصيل في الموضوع ده هوت السيشنز اللي جايه، بس انا بس بقول لك ان ايه، ان اداه اللي هي ارتيزن ديت موجوده وبتستخدمها بالطريقه الاتيه، اللي انت بتكتب الاول بي اتش بي، وبعدين اسم اللي هو ارتيزن، وبعدين الامر اللي انت عايز تكتبه اللي هو سيرف مثلا، او ايا إن كان انت عايز تعمل ايه. ماشي حلو. طيب تاني حاجة هنبدأ اللي احنا نشوفها هي اللارافيل ستراكشر، ولكن انا مش عايز اللي حد يتوه معايا في الستراكشر بتاع لارافيل. يعني خلي بالك مثلا حد اول لما بيبدأ بروجكت جديد تحس ان هو بدأ يتوتر كده. ليه؟ في ملفات كتير قوي، وكل ملف فيه حاجات كتير قوي، وموضوع شكله معقد ومش مفهوم. فانا هقول لك خلي بالك من حاجه، ان الاستراكشر بتاع لارافيل ده مثلا اتبنى في قد ايه؟ يعني انت ممكن تقول مثلا اتبنى تقريبا في 10 سنين، يعني لارافيل تقريبا من 2012، فاتبنت مثلا في 10 سنين. فهل منطقي ان انت تفهم كل اللي هم كانوا بيعملوه اول لما انت تفتح كده الكود؟ فاكيد لا، اكيد اللي انت الاول محتاج تعرف او مع مرور الوقت، ومع مرور اللي انت بتتعلم كل حاجه، كل شويه حاجه جديده، بتعرف مثلا الفولدر ده هو بيبقى جواه ايه، الفولدر ده هو بيبقى جواه ايه، وهكذا. مش مطلوب منك اللي انت تكون عارف كله كده مره واحده، بس يعني ايه، خلينا بشكل اساسي نعرف شويه حاجات. الفيندور ده هو ده مثلا عباره عن ايه؟ ده بيبقى فيه اللي هو اللايبريز الخارجيه. فاكر في كومبوزر، لما كومبوزر قعد ينزل حاجات كتير قوي كده، ولايبريز كتير ومش عارف ايه. طيب الكود ده هوت ما ينفعش ان هو يتلخبط بالكود اللي انت بتكتبه، عشان تتخيل ان كل الكود اللي هم كتبوه يبقى عندك في نفس الابلكيشن، فطبعا الموضوع مش هيبقى ايه، مش هيبقى منظم. وبالتالي هو بيكون موجود في فولدر اسمه الفيندر. فيندور ده بقى هتلاقي فيه كل الباكجز اللي ايه، اللي نزلت. ماشي، يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه بيبقى عندك فولدر اسمه تيست. هنا علشان لو عايز تعمل مثلا يونت تيستنج او حاجات زي دي، ان شاء الله دي حاجات ادفانسد ممكن اللي احنا نعرفها سواء في اخر سيشن، او لو مثلا اجيب لكم مصادر عنها او كده. تمام، طيب باقي الحاجات طبعا ممكن تعرفها بالاسم، يعني مثلا حاجه زي داتابيز بيبقى فيها المايجريشنز اللي خاصه بالداتابيز عشان تعرف الاستراكشر، بيبقى فيها حاجه اسمها فاكتوريز او سيدرز. كل الحاجات دي ما تقلقش خالص، هتعرفها مع مرور الوقت ان شاء الله، وهتلاقي ان الموضوع بسيط يعني ايه، ما فيهوش صعوبة يعني. طيب خلينا نكمل. يبقى ده اللارافيل ستراكشر، يعني نبص عليه بس بشكل سريع، مش شرط اللي انت تحفظه دلوقتي. طيب دلوقتي المطلوب مننا نعمل ايه؟ مطلوب مننا ان احنا بيبقى عندنا تمبلت زي ما احنا اتفقنا، وعايزين نخلي التمبلت دوت ايه، دايناميك. الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها عشان نشتغل بيه، او يعني عشان نبدأ اللي احنا نبني البلوج دهيت بالفعل، هنشتغل بأي اركتكتشر باترن. طبعا احنا هنستخدم الام في سي،
ماشي. وبالتالي انا لازم اكون عارف الاجزاء بتاعت الام في سي هي عباره عن ايه بالظبط، ولازم نكون فاهمينها كويس ونطبقها بالفعل بلارافيل، وبعدين نبدا مثلا في السيشن الجايه نبدا نطبق الفانكشناليتيز نفسها. فخلي بالك في السيشن ده هيت كل اللي احنا بنعمله، احنا بنعمل ايه، احنا بس مجرد بفهمك الام في سي بتشتغل ازاي، وبربط لك الدنيا بلارافيل طبعا المفروض تطبق ورايا، وبعدين في السيشن الجايه هنبدا نعمل الفانكشناليتيز نفسها. ويعني نبدا فعلا نحقق الريكويرمنتس بتاعت مين، بتاعت اللي هو الشخص اللي طلبها مني اللي هو رئيس الشركه او ايا كان. الموضوع بيبدا ازاي؟ اول حاجه بيكون عندي هنا مثلا كلاينت، الكلاينت دوت ده بيكون شغال على البراوزر. طبعا البراوزر في الحاله دي هو الايه، هو اللي بيخلي الكلاينت يقدر يوصل لي مثلا الابلكيشن بتاعي ماشي، اللي هو الويب ابلكيشن. فهو هنا بيعمل يوزر ريكوست، بيعمل ريكوست عادي خالص. اول حاجه الريكوست بيعدي عليها هي الراوتنج، تمام. طيب يعني ايه راوتنج؟ بكل بساطه الراوتنج انت بتشوف الريكوست ده، يعني انت ك اللارافيل ابلكيشن بيعمل ايه، بيشوف الريكوست اللي جاي له تمام، وبيبدا اللي هو يوديه على كنترولر اكشن معين. يعني مثلا لقى ان الكلاينت راح لسلاش هوم، فهو بيوديه لكنترولر اكشن معين يتعامل مع الايه الاكشن ده تمام. فهو كانه كده ايه، كان تقدر تقول ان هو عباره عن كل اللي هو بيعمله بيوصل حد بحد، بيوصل الريكوست بايه، بالكنترولر المناسب بالنسبه له. طبعا هنشوف كل الكلام دوت بالتفصيل، بس انا هنا انا بوريك الاوفر فيو عن الموضوع، وبعد كده هنبدا ان احنا نفصل بقى الموضوع دوت حته حته ماشي. المهم الكنترولر طبعا بيبدا اللي هو يتعامل مع الموديل، بياخد منه داتا، بيودي داتا ايا كان. الموديل طبعا بيتعامل مع الداتا بيز، بيخزن الداتا دهيت، وبعدين الكنترولر بيرجع فيو لمين؟ بيرجع فيو للكلاينت بحيث ان يظهر له مثلا صفحه ال HTML اللي هو شايفها دي ماشي. فخلينا ناخد الموضوع دلوقتي ايه بالتفصيل شويه. اول حاجه هي الراوتنج ماشي. فكره الراوتنج زي ما احنا اتفقنا ان ده بيكون عندي براوزر دلوقتي هو راح لسلاش هوم تمام. معنى ان هو راح لسلاش هوم اول حاجه هيعدي عليها هو ال HTTP سيرفر، اللي هو السيرفر بتاعنا طبعا، اللي هو سواء اباتشي او السيرفر اللي موجود في لارافيل او ايا كان السيرفر ده. كل اللي هو هيعمله هياخد المعلومات اللي موجوده في اليو ار ال ويبعتها للارافيل ابلكيشن، ويبعتها بالاخص اول حاجه بتروح لها هي الايه الراوتر. الراوتر بيبدا اللي هو يبص على الايه، على اليو ار ال ده، وبيبدا يقارنه بايه، يبدا يقارنه باليو ار الز اللي متعرفه عنده بالفعل. لا 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 ثانيه واحده، قصدك ايه يا اياد؟ قصدي ان انت اللي بتعرف الراوتس، انت اللي بتقول مثلا اي حد يروح لسلاش هوم ودوه مثلا عند الكنترولر اللي اسمه كذا. يعني خلينا ناخد بقى كده ايه حاجه تطبيقيه، والموضوع ان شاء الله هيكون واضح ساعتها. لو انا دلوقتي رحت للراوتس ورحنا الملف اللي هو اسمه ايه ويب دوت بي اتش بي ماشي، وشلت ده خالص، مسحت ده تمام كده. طبعا احنا عملنا بي اتش بي ارتيزن سيرف، بقى في ديفلوبمنت سيرفر شغال دلوقتي تمام. دلوقتي تخيلوا كده لو انا رحت هنا لسلاش هوم هيظهر لي حاجه ولا لا؟ فطبعا كل حاجه او كل اللي هو ظهر لي كان ايه 404. ليه 404؟ عشان هو راح للملف ده هوت، راح للملف اللي هو اسمه web.php وما لقاش الراوت ده هوت اصلا ايه متعرف. وبالتالي مطلوب منك اللي انت تعمل ايه، مطلوب منك اللي انت تعرف الايه، تعرف الراوت ده وتوديه عند كنترولر معين.